تحدي، اريد اعرف منك الاشياء المسموحه والممنوعه الي. يلا خلينا نبلش. زين انت ليش هيك فرحان؟ لان اخيرا اخذت رايي. يلا نبلش. التدخين مسموح، اشتري سياره مسموح، اشرب كحول مغشوش، ارجع للبيت القى الباب مفتوح، اسافر وحدي مقبول، يصير عندي اصدقاء شباب 1 3 5 معقول، يصير عندي حبيب بغني سيارات فلوس ذهب الماس مدروس، واذا فرضنا بنعمي علي الزواج معلوس